طيب، معانا رسالة بتقول: أنا زوجي طلقني وما كانش مكتوب مؤخر صداق في القسيمة، ينفع أطلب المؤخر ولا لأ؟ يجوز يجوز طبعا، طب هيتحددوا على حسب إيه؟ حسب مهر المثل. يعني ايه المثل ده؟ المثل ده برضو في فاهم، مره كنت بتكلم مع حد فحسيت انه فاهمه غلط. مهر المثل قال لك اصل انا بنت عمي، مش ضروري بتبقى بنت عم. المهر المتعارف عليه يعني في العيله هو ده مهر المثل، مش في العيله وبس كده. حضرتك تسكني في منطقه ما وخريجه مدارس معينه وبتاع وعضوه في نادي معين والكوميونتي بتاعتك معينه، بتاخدي على قد ذلك. بجد انا مره في المعلومات ما بقول لك، انا يعني لما بتكلم مع ناس فبلاقي المعلومات المغلوطه بتخليني اخد بالي. فبنت العم اساسي طبعا لو بنت، بس خلينا نتفق اديك الصوره الصح. هو مش ممكن يبقى فيه اتنين اخوات، واحد غني واحد فقير طبعا، فبنت العم ما تبقى من اقل بكتير من او اغنى بكتير او اغنى، ما هي تمام. فاحنا مهر المثل اصدقائك المحيطين في نفس الظروف التعليمية والاجتماعية والبيئية والسكنية والزمانية. ما تجيش حضرتك تقولي لي أنا عايزة مهر المثل، أنت تكوني كاتبة سنة 90 وعايزة مهر المثل على سنة 2021. تجيبي قسيمة كانت 90. اه طبعا. بس القيمة نفسها المادية مش هتبقى بنفس قوة 2020. وانت لما كتبتي كام؟ امتى؟ 90. بتاع ال 90 اللي كاتبة دي 100,000 جنيه. هتيجي تطلق 21 بعد الشر او كده، هتاخد ايه ال 100,000 ولا هيضربوهم لها في بتاع 21؟ اكيد هتاخد ال 100,000 بتاعت سنه 90. هي نفسها، ما ده مهر المثل للثانيه.